إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة عن أسرار التقنية. موقع انجينيرنج ماني، طبعا أنا اتكلمت قبل كده في فيديو قلت إن في مشكلة في السحوبات وفي مشكلة في الصفقة الأخيرة المفتوحة وإدعموا الصفقات لحين انتهاء المشكلة. النهاردة تم إعلان إن خلاص الصفقة انتهت بخسارة، لكن تم تقليل الخسارة، يعني هي كانت الخسارة كبيرة وتم تدارك الموقف بحيث ان الخسارة ما تبقاش كبيرة على المتداولين، وبالاضافة لكده ان تم حل مشكلة السحوبات مع شركة كوين بيمنت وخلاص الناس تقدر تسحب، ولكن عشان خاطر يبقى كده من زي بقول لك ايه شغل نظيف، كل الناس لازم تحذف السحوبات بتاعتها اللي كانت طالبها قبل كده ويبتدوا يعملوا سحوبات جديدة. وهنا لينا ثلاث كلمات. الكلمة الأولى إن في طبعا ناس كتير كانت اتكلمت على الجروب في مشاكل وفي ناس مكشفات حلباقة، فالمفروض انت ازاي تنزل علينا خسارة. ناس اتكلمت بتدعم احنا قدام وياما خدنا من الموقع وياما وياما، وناس جديدة قالت لا احنا محدش قال لنا ان احنا هيتم فيه خسارة، وانا مكنتش فاعل باقات وانت خدت مني خسارة بناء على ايه. يعني الموضوع ما بين ناس مؤيدة للموضوع بتقولك تمام قدر الله ما شاء فعل الدنيا عدت على خير، وناس تانية قلت لك احنا جديدة وتغرر بينا وما كناش متفقين على كده وما لناش في الكلام ده. ولكن نرجع الى نقطتين مهمين جدا. كان في كلام انا ما حبيتش اتكلم فيه، ان كان حد بيقول انا سألت شركة كوين بيمنت وقالوا ان المشكلة مش عندنا في الصحبات، المشكلة من التاجر، اللي هو يعني معناه ان الموقع انجينير ماني هو اللي موقف السحوبات مش كوين بيمنت، ودي حتة عليها علامتين استفهام. شركة زي كوين بيمنت احنا لما نيجي نتكلم على ان بقول لك المشكلة من التاجر فدي علامة اكس. نيجي لعلامة اكس التانية اللي هي ان في ناس فتحوا ان الناس تخش وانها تسجل، في حين ان كان من شهر 6 حسب على كلامه في مشاكل من شهر 6 في الصفقات، فدي علامة استفهام. انت داخل صفقات وشاف ان في خسارة ومع ذلك قابلت ناس تخش تسجل تاني وعملت مسابقة وإدعاءات، فدي علامة الاكس التانية اللي مش مفهومة، ولكن دي حاجة داخلية ما بين الناس والشركة، لكن بالنسبة لنا خارجيا دي حاجة تثير القلق. عشان وقتكم وعشان خاطر من يعني ما نحكيش كتير، الناس دلوقتي ما بين منقسمين، دي مشاكل داخلية حلوها مع بعض. انا اللي يهمني في الحوار ده كله حاجة واحدة بس، انا النهارده كمستثمر لو عايز اسحب كل راس مالي سواء بقى بخساره بمكسب بايا كان، يوم ما اعمل الطلب واقول اسحب الاقي الفلوس وصلت حسابي. ده اللي جاي، ده اللي لازم كل الناس تفكر فيه. اذا كان الناس ابتدت تعمل طلبات سحب بعد ما طلبوا انه يعني قال لك ايه اقفل القديم وافتح جديد، مع ان ده ارهاق على الناس، اللي هو انا عمال افتح واتابع واشوف تذاكر وعندي مشكله في الايميل وعندي مشكله في السحب وعندي مشكله في النسبه وعندي مشكله في كل حاجه كمان. لا انت بتقول لي الغي طلبك وابتدي من الاول، مش مشكله هلغي طلبي وهبتدي من الاول، لكن من مجرد ما الغي طلبي وهعمل واحد جديد انت بتقول لي كل المشاكل اتحلت. اذا عملت واحد جديد وما وصلش السحب في الموعد حتى لو كان السحب كل رأس مالي الموجود داخل المنصة، فهنا يبقى مش دي الاكس الثالثة ودي القضية، ان في مشكلة لم يتم مصارحة بها المستثمرين والمشكلة دي اكبر من اللي بيتكلموا فيه. واخشى ما اخشى ان احنا بنشوف سيناريو اتكرر قبل كده في موقع قبل كده، مش عايز اقول اسمه، ولكن الناس اللي كانت في موقع قبل كده عارفة انا بتكلم على ايه. لكن اذا تم السحوبات بسلاسة وكل حد كان طالب سحب، دي علامة جيدة، حتى لو كان في توزيع خصومات او زي ما بيقولوا خسائر على الحسابات، دي حاجة ترجع لك. انت شايف انت حسابك نزل عليه خسارة وانت شايف كده نفسك متضرر، لا ضرر ولا ضرر، اسحب فلوسك واطلع بفلوسك اللي تقدر تطلع بيها وخلاص سيبك من الموقع. ولكن اذا حبيت تطلع ومعرفتش تطلع، فهنا هيبقى العلامة الاخيرة اللي هي الاكس التالتة اللي بقولك عليها، اللي هتبقى كده ايه احنا داخلين في مشوار مش حلو او في حاجة مش ظريفة ما تمناش انها تحصل للمستثمرين. ولكن احنا هنخلينا ماشيين بالكلام الشركة الرسمي اللي اتقال النهاردة، اقفل طلب السحب القديم واعمل واحد جديد. فالناس بعد اذنكم اللي متضرر او مش شايف انه الشركة ممكن يتم معاه، اقفل واعمل طلب سحب كامل باموالك وشوف الدنيا هتوصل لفين.
اذا فلوسك وصلتك الشركة دي محترمة، وحتى لو كان في خسارة لكن كده تمام. اذا السحب اتأخر عليك وما وصلكش وابتدينا بقى نخش اصل في مشكلة اصل في لبلبة، يبقى كده احنا دخلنا في السيناريو التالت اللي مش هتكلم عليه دلوقتي. الاكس التالت هخليه عشان يبقى كده ايه، بنتكلم بالواقع مش بنتكلم من الخيال، يعني ما بنتوقعش الحاجة قبل ما تحصل، هنشوف ايه الدنيا فيها ايه وهنتكلم. فانا شايف الصحوبات ومتابعها، اذا حد كان عنده مشاكل في الصحوبات وما عرفش يسحب رأس ماله بعد القرار اللي طلع النهارده انك انت تقدر تسحب، يبقى كده الموضوع كبير. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.